الأضحية لها أحكام، والمنبر لا يتسع إلى تفصيلها، ولكن نذكر منها شيئا. أولا، من شروط الأضحية ما يتعلق بالزمان، فبداية زمان الذبح للأضحية أن يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. وبعض العلماء اشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، ولكن هذا الشرط غير موجود من ناحية الأدلة، إنما الصحيح أن يكون الذبح بعد الصلاة، ويستمر وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني يوم العيد وثلاثة يوم بعد يوم الأربع يوم، كويس؟ مع غروب الشمس ينتهي وقت الذبح. وأفضل الأوقات في يوم النحر، يوم النحر ذاته. وللإمام أن يضحي في المصلى بتاع العيد، يذبح في مصلى العيد، هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ضحى في مصلى العيد ليري الناس كيف يذبح. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني النية. أنت بتشتري الخراف دي، الخروف بتشتري ليه؟ وبتذبح ليه؟ تعبدا لله جل وعلا، ما يكون تفاخرا ولا تباهيا ولا من أجل الأبناء. واحد يقول لك شان أولادي ما يزعلوا، شوفوا الجيران عندهم إحنا ما عندنا. لا، تقربا لله جل وعلا. طيب، الشرط الثالث أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام الأربعة، الإبل أو البقر أو الضان والماعز الأربعة. وشرط في هذه أن تكون مسنة، مسنة الناس اللي بيعرفوا البهائم اللي هي عندها سنين كبار من الأسنان بتاعتها، بتكون كلها قدر بعض، بيكون في سنين أكبر من البقية، دي يسموها مسنة، اللي هي بقول لها عندنا بالدارجي تنية. هذا شرط. إلا الضان، يجوز الأضحية في الضان بالجذع، والجذع بيسموه عندنا الجذع، وده سنونه كلها متساوية، أكبر عمره زاد على نصف السنة، ستة شهور عمره زاد عليها، هذا يسمى الجذع من الضان، برضو تجوز الأضحية بالجذع، والأفضل المسن. أما الجذع من الماعز فلا يجوز إجماعا، ما بيضحي لك، ده كرامة ساي ولحم أنت بتقدمه لأهلك. الجذع من الضأن، وهو يسمى في اللغة العربية العتود، بالمناسبة العتود دي ما دارجية، عتود دي عربية فصيحة، كويس؟ وعندنا قاعد احنا بنقول العتود ده ما بلغ التني، كويس؟ هذا من الماعز. يجوز الاشتراك في البقر سبع أنفار، سبع أشخاص أضحيتهم تكون بقرة أو بدنة الإبل، ما في إشكال يشتركوا فيها. والأفضل أن تكون لكل إنسان أضحية منفردة براه، هذا هو الأفضل. وأيضا الأفضل في الأضحية أن يلتمس الإنسان في الخراف ما وافق السنة. سيدة عائشة قالت ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أو بكبش أقرن أملح، الأملح الأبيض ناصع البياض. ابن تيمية قال والأفضل الأفضل الأبيض بعديه إذا كانت عفراء، يعني لونه أغبش كده بين الأبيض والأحمر، سموه لون لونه عفراء، كويس؟ أو هنا بسموه بيجي ولا بسموه شنو، المهم وبعديها الأسود. والأفضل أن تلتمس الشكل اللي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة قالت يجلس أو يبرك في سواد، بطن سوداء، ويمشي في سواد، قوائم سوداء رجوله، وينظر في سواد، حول أعينه سواد، ويكون أقرن لو لقيته، هذا هو الأفضل. وبعد ذلك تقدم الأغلى ثمنا والأطيب والأوفر لحما، هذا أفضل من ناحية الأجر. كذلك أيضا يا أخوانا من الشروط ما يعيب أو ما يعيب الأضحية أربع أشياء بالإجماع، أربع أشياء تعيب الأضحية وتكون الأضحية ما مجزية، يعني ما جاية دي، ما أضحية، سميها كرامة ساي. قال النبي صلى الله عليه وسلم
العوراء البين عورها، يعني عورة ظاهر، إذا كان العور خفيف ما يضر. بين عور العين ناتية أمار قبر أو غائر العين جوه كده كويس. ومن باب أولى العمياء، لو كانت عمياء تماما هذه لا تجزي في الأضحية. قال والمريضة البين مرضها، البين مرضها، والمرض معروف مرض واضح، مش المرض الخفيف، مرض واضح، تكون راقدة ما بتتحرك أو تعبانة أو منتفخة البطن ونحو ذلك، مرض بين. والعدفاء التي لا تنقي، ضعيفة أو هزيلة جدا، ليس في مخها شيء أو ليس في عظمها مخ، دي عدفاء هزيلة تعبانة، دي برضو لا تجزي في الأضحية. وكذلك العوراء قلنا، والعدفاء، والمريضة، والعمياء، العمياء ذكرناها، والعرجاء البين عرجها، والعرجاء العرج بتاعها يكون لدرجة إنها ما تقدر تسير مع بقية الخراف، ما بتقدر تمشي، لكن لو فيها عرج وتقدر تمشي، لو حركوا البهائم بتمشي معاين، العرج ده ما يضر، هذا لا يضر، إلا أن يكون العرج كثيرا أو شديدا لدرجة إنها ما تقدر تمشي مع بقية البهائم، فهذه من العيوب المخلة. ومن باب أولى مقطوعة الرجل، لو رجلها مقطوعة أو رجولة اثنين أو أكثر مقطوعة، هذه من باب أولى لا تجزئ في الأضحية. فالإنسان يتحرى الأضحية السليمة في الوقت السليم على السنة ويذبح بسم الله. ابن عثيمين يقول لو نسي التسمية عند الذبح، لو نسى بس لا تجزي، بل قال هذه لا توكل أصلا، لو نسى ولا تعمد يذبح بغير اسم الله هذه لا تؤكل، قال لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان، ما يسقط، عشان كده أحرص أذبح بيدك، والأفضل تذبح أنت براك صاحب الأضحية. ويضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته جميعا ولو أسرة كبيرة، يضحي عنهم كلهم. والأضحية لا تجوز عن الميت استقلالا، ما تضحي عن ذو الميت، إنما تضحي عن الحي والميت تبع للحي، عنك وعن أهل بيتك جميعا ولو كبرت الأسرة. والسنة الأضحية واحدة حتى ولو كبرت الأسرة، الإنسان يضحي أضحية واحدة ولا بأس، إذا كان الوالد الكبير والأسرة ممتدة وفي أبناء كل واحد يضحي عن نفسه لا بأس بذلك، لكن السنة الإنسان يضحي بواحدة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه تفاصيل قد نذكرها في موضع آخر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. اللهم خرجنا من الظلمات إلى النور، وقوم إلى الصلاة يرحمكم.